استاذ محفوظ حصرت نشاه اول كنيسه في المهجر. كويس، ماذا عن تطور القرازه في بلاد المهجر؟ اول راجل ديني قبطي ارثوذكسي جه لوس انجلوس والأنبا صمويل. الأنبا صمويل قام برحلات حول الولايات المتحدة وحتى بعض الدول في جنوب الولايات المتحدة في جنوب أمريكا. لما جاء هنا كان عدد الأقباط ما يزيدش عن 10-12 واحد، والقبط الوحيد اللي بيناتنا اللي كان عنده بيت واحد اسمه الدكتور جميل عشام الله. احنا كنا لسه يعني حادثين هنا في امريكا، كان كل واحد على قد حاله، كان كل واحد عايش في شقة. فانا والدكتور جميل عشام الله رحنا المطار نستقبل الأنبا صمويل ونزل في بيت جميل عشام الله. أنا كنت أمر عليه وكان هو بيدور ويتفقد العائلات القبطية عيلة عيلة، ويروح كل حد قبطي يروح يشوفه ويزوره. حتى مرة قلت له تحب تروح تزور ديزني لاند؟ قال اه. وضبت له زياره نحن نروح نزور ديزني لاند، فرايح اخذه عشان نروح ديزني لاند. قال لي لا، في بنت قبطيه هنا في المستشفى وعملت جت من مصر وعمل عمليه ولازم اروح اشوفها. فاخذت المستشفى وضحى طبعا زياره ديزني لاند في مقابل ان هو يروح يطل ويشوف البنت القبطية اللي في المستشفى. أنا كنت أخده يلف وآخر النهار أوديه في بيت جميل. أما بعدين جميل بيقول لي تاني يوم ولا تالت يوم بيقول لي يا أخي الراجل بيجي كل يوم يقعد يصلي بالليل ويعمل قربان وكده وبضطر أقعد معاه بهلك. قلت له بيتهلك؟ انا بهلك طول النهار معاه. فبعدين بقول لأبا صمويل انا عايز اسالك سؤال، انا اصغر منك وجميل عشان الله اصغر منك واحنا اتنين باخر النهار بنبقى احنا تعبانين هلكانين، انت بتتعبش؟ مش معقوله. فكان رده يقول لك ربنا بيديني له، اشكر ربنا على هذا. واتذكر انه اخدته ورحنا في بيت الملك نازلي وعمل قداس بالقبطي في بيت الملك نازلي. وطبعا ناول ام رياض، ما هي قبطية ارثوذكسية، ناولها وحضرة الملك نزل القداس. جاء بعد كده مرتين ثلاثة وكان بيعمل الأداديس. كان كنيسة سانت نيكولاس قديس نيكولا اللي هي جنب شارع سيرد ستريت وأرفرادو، وكان بيعمل كان مدين لنا أوضة خاصة، كان بيعمل قداديس هناك ويحضرها بعض الأباط. كان وقتها يمكن زي 15-20 قبط يحضروها، وكان يطلع بعد كده يستقبلوه في الكنيسة الشعب وهو يوعظ. كانوا يطلعوا من الوعظة مش عارفين
يتشكرون احنا ازاي يا شعب قبطي محظوظين ان عندنا واعظ بهذا الشكل. بعد كده في كاهن في كندا اسمه أبونا مرقص، كان بيجي يطل علينا من وقت لآخر. احنا عددنا زاد وبقينا زي 50 60 واحد. كنا بنروح نصلي يوم الحد في كنيسة مار أفرام اللي هي في شارع هوفر، وسيدنا الأنبا كيرلس، وسيدنا الأنبا كيرلس بعت لنا أبونا بيشوي كامل اللي هو كان من كنيسة في اسكندرية. أبونا بيشوي كامل الحقيقة ابتدى يلمنا لما كويسة، وبركة في اللي شجع الشعب على ان احنا نشتري كنيسة، واشترينا كنيسة ماري مرقص اللي هي تعتبر اول كنيسة في الولايات المتحدة في شارع بيك في شارع روبرتسون جنوب بيكو. دي تعتبر أول كنيسة حتى في كل الضفة الغربية من أمريكا. وحصلت حادثة غريبة، لمينا مرة فلوس وما تفهمش 10,000 دولار وقعوا وضاعوا من جيب أبونا بشوي كامل. طبعا احنا كلنا انزعجنا، هو قال له تنزعجوش ربنا هيبعته. وشويتين في واحد راجل لقى الفلوس وعارف انهم وقعوا من ابونا بشوي كامل، راجل امريكاني غير قبطي وعارف انهم وقعوا من ابونا بشوي كامل جابوا ردهم. فدي كانت حاجه الحقيقه غريبه شويه. وبعدين انزرح في مدخل كنيسه ماري مرقص زرح ابونا بشوي كامل شجرة زيتون، والشجرة ما زالت موجودة دلوقتي بالرغم ان كنيسة ماري مرقص اتحرقت 3 مرات واتبنت بعد كده. احنا اشتريناها من كنيسة بروتستانتية، وطبعا تطورت من كنيسة بروتستانتية لتكون حسب طقوس الكنائس القبطية الأرثوذكسية. وبعد كده في كنيسة العذراء اللي في هايلاند بارك وبيقولوا عليها كنيسة في باسادينا. كنيسة ماري مرقص طلعت 7 كهنة، طلع منها اللي هنا اللي في لوس أنجلوس 7 كهنة لغاية دلوقتي، واتنين أساقفة. الأنبا تدرس اللي هو دلوقتي مطران في بورسعيد، والأنبا ديوسكورس اللي هو في القاهرة. والشعب ابتدى يكتر، والشعب ابتدى حبه للكنيسة يلم فلوس ونشتري كنايس. بعد كنيسة العذراء في
في كنيسة ملك جرجس البلفلاور، وهكذا انتشرت كنائس عديدة. جه في وقت من الأوقات شعب كنيسة ماري مرقص كتر، ففي بعض العائلات اللي هم كانوا ساكنين في الجزء الغربي من لوس أنجلوس يفكروا في إنه تبقى في كنيسة في الجزء الغربي، فابتدينا نجتمع. وقتها برضو كان الأمبديوس كورس هنا، واجتمعنا في بيت المهندس نبيه يوسف بحضور الأمبديوس كورس، وأعتقد يعني كل اللي موجودين كل واحد قال هيتبرع بشيء معين وهكذا. طلع المجموع 120,000 دولار، فده كان زي ما تقول أول بذرة إنه إحنا نحطها ونشتري كنيسة. الكنيسة الحالية اللي هي سانتا مونيكا باسم القديس بطرس وبولس، واحدة ست ماشية في الشارع شافت إعلان على بيت، على مكان يعني مش بيت، هو أظن كان مطبعة كبيرة ولا حاجة زي كده، وشفنا إنه يصلح ككنيسة اشتريناها. قبل كده قعدنا ندور على كنائس كثيرة نشتريها، كل الموجودات كانت فاشلة، حتى حاولنا نشتري بيوت نحولها لكنيسة برضه الموجودات فاشلة. يعني زي ما تقول إنه ربنا خلانا نفشل علشان نشتري المبنى ده هوت اللي هو النهاردة كنيسة بطرس وبولس بسانتا مونيكا. وعددنا كان 10-12 عيلة. قبل ما نشتريها كنا بنصلي في قاعة مدرسة يوم السبت، كان يجي بعض الكهنة من الكنائس اللي موجودة هنا هوت يعمل القداس يوم السبت في قاعة من القناعات، قاعة من القاعات اللي في المدرسة. وبعدين زي ما قلت قبل كده اشترينا الكنيسة دهيت، وبرضه في الأول كان عددنا يعني 10-12 يمكن 15 عيلة. وجه أبونا تدرس يعقوب مرتي، الحقيقة عمل مجهودات جبارة، ابتدى يزور الناس اللي في المنطقة، الأقباط اللي في المنطقة، وبصينا مفيش في بحر أسبوع ولا اتنين، عددنا تطور من 10-12 عيلة ل100 عيلة. الحقيقة عمل مجهودات جبارة جدا، عارف يجذب الشعب، وبرضو أبونا تدرس متأكد إنه في كتير ناس تعرفه لأنه من الكهنة اللي ما تلاقيش زيهم كتير. وهو متجوز أخت أبونا بشوي كامل، وبعد كده زاد العدد الكنائس الهوت، وبعد كده الأمة شنودة البابا الأمة شنودة بعت لنا الأنبا سرابيون أسقف جنوب كاليفورنيا وهاواي، وطبعا بمجهوداته زادت عدد الكنائس في المنطقة.
وأعتقد إنه الكنائس النهاردة في جنوب كاليفورنيا حوالي 45 كنيسة أو أكتر. أنا ما أعرفش العدد بالظبط كام، لكن نقدر نقول بين 45 بين 45 و50 كنيسة. أنا حصل لي الشرف إني أكون في لجنة كنيسة بطرس وبولس، والحقيقة عملنا مجهودات كبيرة إن احنا نحول القاعة دي هيت لكن لكنيسة على الطقس القبطي، و اتصلنا بالبابا الأب شنودة انه يرسم لنا كاهن، ورشحنا كاهن اللي هو النهارده ابونا بولس. ابونا بولس طبعا متجوز وكان عنده بنتين، وراح مصر البابا رسمه ومضى 40 يوم في الدير كالعادة عند زي ما بيرسموا كاهن جديد. ومش هنسى يوم ما رجع قد ايه كان يوم عظيم، وكان يوم مليان شعور، كان منظر فريد في نوعه لما قابل مراته وبناته الاثنين بعد ما اترسم كاهن. ونشكر الله ابونا بولس لغايه دلوقتي في الكنيسه معانا، وجه في وقت الاوقات انضم لينا لكنيستنا يعني كاهن، اظن كان ابونا يوحنا وبعدين راح في كنيسه تانيه. ومن 4 5 سنين عندنا كاهن تاني باسم ابونا ايزك، فاحنا حاليا عندنا كاهنين. لكن اللي انا شايفه انه اهميه خاصه لازم تتوجد مع الشباب، لانه لو الشباب القبطي ضاع ضاعت الكنائس اللي في المهجر كلها. يعني الكنائس اللي في المهجر دي هتتغذى بس من الناس الاباط الجداد اللي يجوا، مش من الشعب القبطي اللي هنا. عشان كده لازم نركز نفسنا ونحط كل مجهوداتنا على الشباب، لان هم الشباب دول عماد الكنيسة القبطية في المستقبل. عشان كده انا حاليا بحبس انه احنا في كنيسة بطرس وبولس نرسم كاهن يبقى متفرغ بس للشباب، ولازم يكون كاهن من الشباب عشان يفهم عقلية الشباب ويعرف يتعامل معاهم ويعرف يجذبهم، يعرف يتكلم لغتهم ويعرف يعرف عاداتهم ويعرف يعرف الطبايع بتاعتهم. واحد منهم يعرف يتجاوب ازاي ويعرف يجر رجليهم ازاي للكنيسة. انت النهاردة لما تسأل شاب قبطي بيروح الكنيسة تقول له انت تعرف كم واحد قبطي ما بيجيش الكنيسة؟ اللي هيقول لك 7، واللي هيقول لك 8، واللي هيقول لك 5. يعني على الأقل في 5 6 7 لكل واحد قبطي بيجي الكنيسة، في 5 6 7 باطن بيجوهم.
يجروا رجليهم في الكنيسة، وتجر رجليهم لوص دي تبقى عملية واحد كاهن منهم، لأن عارف عقليتهم ويعرف يجيبهم. يعني ما تاخذيش في الكلام اللي هقوله، لازم يكون كاهن مش بعقلية القرن العشرين، لازم يكون كاهن بعقلية القرن الواحد والعشرين، لأنه جسمه عايش في القرن الواحد والعشرين، ولازم تبقى آراءه متطورة متحضرة متفتحة علشان يفهمهم ويفهم ايه المشاكل بتاعتهم، ويعرف ازاي يجر رجليهم، ازاي يعمل اجتماعات، ازاي يعمل اجتماعات دينية، وازاي يعمل اجتماعات فيها رياضة، وازاي اجتماعات سوشيال اكتيفيتيز. يعني ما يفتح مجالات كبيرة انه يعرف يجرهم.